يعني احلى فنجان قهوه معك يا فانيسا اليوم. خاصه مثل ما بنعرف انه القهوه هي اشهر مشروب بالعالم. صحيح. وثاني اغلى حبوب من بعد الكاكاو كمان. عندنا طرفه القهوه السوداء وعندنا القهوه الشقراء، عندنا انواع عديده وفي ناس بيحبوها مع هيل وبلا هيل، الاشياء منكهات طبيعيه. صح، غير انه في الامريكان كوفي اللي بتذوب بسرعه، وفي الاسبريسو كمان نحكي عنهم بركة شوي. اعطينا حسناتهم وسيئات كل القهوه. فيها مواد مضاده للاكسده او انتي اوكسيدنت اللي هم بيحاربوا الشيخوخه، الامراض، السكري، الضغط، كل انواع الامراض، بس كله كل شيء بالحياه باعتدال. لازم ننتبه على الكميه وعلى التوقيت. عظيم. انت شو بتحب؟ انا بحب القهوه هيل هون، لانه مع الهيل انا معبود الهيل، اخذ اليوم 2 باكي. انت شو بتحبي؟ انا بحب القهوه السيئه الذوبين، بس انا موقفه حاليا لانه عم بشرب شاي اخضر بدل القهوه صراحه. بس الهيل كمان كثير مفيد وكثير كثير بيساعد ضد الامراض، ضد الضغط والكوليسترول. بس مثل ما قلنا توقيت القهوه كثير مهم. الصبح عادي تعرف العادات اللبنانيه مو على الركوة، لازم ننتبه على هذا الموضوع. نبلش بقنينه مي صغيره او كبيتين مي، نرجع ننتقل للقهوه ونجرب ما نسبق 3 أو 4 فنجان بالنهار. الصنف اللي بدك اياه تعمل اللي بدك اياها ما في مشكله. هلا كمان بعد الغداء عنا عاده انه فاكر نحن بنفكر انه القهوه بتهضم. انت بتشرب قهوه دغري بعد الغداء؟ لا اكيد. اي ما بيسوى، لازم ننطر بالقليله نص ساعه، حتى لو هي بتساعد على التهضيم مباشره بعد الاكل منا كثير، ما بننصح كثير بهيدا الموضوع. يعني بتفضل الواحد يتغدى ويرتاح شوي ويرجع يتناول قهوه على رواق. صحيح. اهم شيء يعني يكون في شويه وقت بيناتهم. هلا الاسبريسو والامريكان كافي يعني بيقولوا دائما انه القهوه الامريكيه خفيفه، خاصه اللي الغدار هي بتنغلب البريق. بتغش لانه لا بالعكس، لانها بتنغلب البريق كلها بتشربها للقهوه وكلها ديلويه يعني دايبه كلها وكل الكافيين الجسم عم يمتصه، بينما القهوه التركيه او العربيه تبعنا بترقد بكعب الفنجان، هيدا الشيء بيجعلها اخف بالكافيين وافضل للصحه. يعني خلينا نتجنب الكثره بكل الاحوال، ما نسبق 3 فنجان بالنهار. يعني مثل ما بتعرفي فانيسا كمان انه حفظ القهوه، بس نفتح نحن الباكيه البند فينا نحفظها بمرضين ضغط بالفريزر لفتره طويله، يعني بتضلنا محافظين على الطعم وعلى النكهه. هيدي ملاحظه كثير حلوه لست البيت، جربوها حطوها بالفريزر او بالثلاجه وهيك بنحفظها لفتره طويله، يعني الا اذا كانت بباكيه محرمه الاغلاق مثل ما بنشوفها يعني نحن باكياس خاصه. فطريقتها كثير حلوه حتى نحفظها بالفريزر. هيدي بس معلومه لستات اليوم. قهوه الحب بيبقى فيها الفيتامينز والانتي اوكسيدان كثير كونسنتري اكثر لانه ما انبرشت ما انطحنت، وهن بيطحنوا لنا اياها وبناخذها فريش. وهون كمان بتعرفي ستات البيوت بحبوا يشربوا مثلا قهوه شوي مايله للمروره او شوي مايله للحلاوه، هي دائما بتقسم ما بين الابيض البن الاسود والاسمر، طبعا الابيض يعني النوعين البن ايه يعني الاشقر والاسود بيخلطوا مثلا بكبروا كميه او بيصغروا الكميه، هالشيء بيرجع على يلا بدك تحضر لنا قهوه. انا رح اعمل لك فنجان قهوه غير شكل. يلا فانيسا. عظيم، وهذا الفنجان القهوه غير شكل صحتين. وهيدا مع الهيل، انا بحبه مع الهيل. انا بقى ها بنزيد الهيل عليه. يلا موجود اوف كورس. يلا الله تنكفي.